بداية طبعا تلعبي مع فريق زي ده وفي النجوم دي وفي الاسامي ده بموضوع صعب، واكيد عشان كابتن حمدي يختارك ويصعدك مع الفرقه يبقى اكيد انت كويسه. شايفه الثقه دي ازاي؟ طبعا ثقه كبيره جدا كابتن حمدي بيحطها يعني على الواحد، فطبعا بتبقى حمل كبير ان يعني لازم تكون قد المسؤوليه دي. انا ده تاني موسم ليا، يعني قبل كده كنت بتصعد، ده تاني موسم ليا، فكده يعني 2 دوري و2 كاس. فطبعا ثقه كابتن حمدي لازم الواحد بتحط عليه لود انه لازم يبذل اقصى ما عنده، لازم ينزل يبقى قد المسؤوليه. والحمد لله يعني الحمد لله احنا عرفنا نحقق يعني المسؤوليه دي. طيب صعودك وانت صغيره فبدات العداد يحسب بطولات، يعني نهله ما شاء الله لما طلعت صغيره و47 بطوله عشان طلعت في سنك ما شاء الله، فانت بقالك تاني سنه هو العداد بيحسب. فده انت يعني عندك طموحات ان انت توصلي زي نهله كابتن نهله؟ طبعا كابتن نهله يعني نموذج لينا كلنا، يعني كابتن فريق، شخصيه، حد يعتمد عليه فعلا بره الملعب وجوه الملعب، فطبعا يعني هي نموذج لينا كلنا. يعني انا سعيد بكلامك وحاسس من كلامك ان انت شخصيه يعني ليها مستقبل ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك.